منصات رقمية من تلفزيون دبي، مساء الخير وأهلا بكم. جولة محلية وعربية وعالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد من خلالها نبض مستجدات العالم الافتراضي. حدث رياضي بارز طغى على منصات التواصل الاجتماعي منذ ليل أمس مع استضافة دبي مؤتمر دبي الرياضي الدولي بفندق أرماني في برج خليفة، الحدث السنوي الذي حمل هذا العام عنوان كرة القدم في القمة، جاء تحت رعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي. وشهد المؤتمر مشاركة كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم من لاعبين ومدربين وصناع قرار، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي واللاعبين الإسبانيين إيكر كاسياس وجيرار بيكي وغيرهم من نجوم الساحرة المستديرة الذين تحدثوا عن تجاربهم في عالم كرة القدم من خلال جلسة حوارية حملت عنوان مع القمة. وللمناسبة نشر الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي على إنستغرام فيديو يظهر احتفاء برج خليفة بمؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شهد أيضا حفل جوائز دبي جلوب سوكر من خلال عرض شعار مجلس دبي الرياضي والجائزة وعدد من الفائزين في فئات الجائزة على واجهته الأمامية التي تمثل أكبر شاشة عرض في العالم. فكانت هذه اللقطات الجميلة التي توثق الحدث الذي تم بث فعالياته في مختلف دول العالم وتمت متابعته من قبل الملايين عبر المنصات الرقمية. نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تصدر المشهد في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عبر على صفحته في إنستغرام عن سعادته بتكريمه ضمن جوائز دبي جلوب سوكر للأفضل في القرن للفترة ما بين 2001 إلى 2020. وكتب كريستيانو معلقا على صورته وهو يحمل الجائزة: لا يمكن أن أكون أكثر سعادة بجائزتي الليلة، بينما أنا على وشك الاحتفال بعامي 20 كلاعب كرة قدم محترف، فإن جائزة جلوب سوكر للاعب القرن هو تقدير أحظى به بكثير من الفرح والفخر. مرة أخرى حفل رائع الليلة في دبي في مكان رائع مثل برج خليفة. أما نادي برشلونة الإسباني فشارك بدوره عبر تويتر فرحة عشاق الساحرة المستديرة بجوائز دبي جلوب سوكر، وغرد النادي محتفيا بلاعبه جيرار بيكي الذي حصد جائزة أفضل مسيرة لاعب بالشراكة مع حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس. وإلى الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على إنستغرام الذي نشر فيديو حول المسار البيومتري المتكامل الذي أطلقته طيران الإمارات في مطار دبي الدولي، والذي يوفر تجربة بدون تلامس بدءا من إجراءات السفر وحتى صعود الطائرة. هذه المبادرة تضمن الأمانة وسرعة الإنجاز حيث تقلل من الحاجة لتفحص الوثائق وتضمن تنفيذ الإجراءات بسرعة. وإلى أبرز الأخبار العالمية المتداولة على منصات التواصل، صورة تظهر نجل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الطفل ويلفريد ذو الشهور الثمانية وهو يرسم على طريقته لوحة من وحي عيد الميلاد، والتي عمد رئيس الوزراء البريطاني إلى إرسالها لدار رعاية للمسنين تحديدا للسيدة بيتي بويس البالغة من العمر 89 عاما والمريضة بداء الباركنسون. وأمل جونسون أن تكون المبادرة اللطيفة قد نجحت برسم البهجة والسعادة على وجه بيتي في عيد الميلاد. وبين مؤيد ومعارض تفاعل رواد منصات التواصل مع إعلان الحكومة البريطانية عزمها حظر العروض التي تحمل عنوان اشتري واحداً
واحصل على الآخر مجاناً تحديداً للأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات أو الصوديوم، بالإضافة إلى منع إعادة التعبئة المجانية للمشروبات المحلات في المطاعم بداية من أبريل من عام 2022. جاء ذلك في أحدث خطوة تتخذها الحكومة ضمن خطتها لمواجهة مشكلة البدانة وتحسين الصحة العامة، حيث ترى في هذه المبادرة خطوة في طريق حل مشكلة البدانة التي تعتبر واحدة من المشكلات الصحية الكبرى في بريطانيا، حيث يعاني نحو ثلثي البالغين في إنجلترا من زيادة الوزن، كما ينهي ثلث الأطفال تعليمهم الابتدائي وهم يعانون من الوزن الزائد أو البدانة. خبر حزين تناقلته المنصات الرقمية، سببه زيارة بابا نويل مصاب بفيروس كورونا إلى دار رعاية للمسنين في بلجيكا. الشاب الذي ارتدى الزي بحسن نية بهدف إسعاد سكان الدار لم يكن يعلم بإصابته، فراح يلتقط الصور برفقتهم، الأمر الذي أدى إلى انتقال الفيروس ل 121 مسنا و 36 موظفا في دار الرعاية، حتى تسببت العدوى بوفاة 18 شخصا من المسنين حتى الآن، وسط تأهب كبير للأطباء والمسعفين في البلدة في محاولة للسيطرة على الأمر. وإلى قصة أخرى مؤثرة، إلا أن نهايتها هذه المرة جاءت سعيدة. ظهر ذلك في فيديو انتشر على منصة تيك توك ومنه إلى بقية مواقع التواصل للطفل جوليان الذي انتصر أخيرا في معركته الصعبة على مرض السرطان، ليستحق المرور بجدارة في نفق الحب بالمستشفى حيث كان يتعالج، فاصطف الفريق الطبي يمينا ويسارا مرحبا بشجاعة الصبي البالغ من العمر 9 سنوات والذي اخترق النفق البشري بكل سعادة ليقرع جرس الإعلان عن انتصاره وتعافيه. أقدم مطعم للوجبات الخفيفة يصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تمكن علماء الآثار من العثور على منضدة بحالة سليمة داخل مطعم قديم لتقديم الوجبات الخفيفة بمدينة بومبي الإيطالية في زمن غرقها بسبب الكارثة البركانية. المنضدة المكتشفة تبدو مطلية باللون الأصفر ومزينة بصور لطيور وحيوانات ورسوم تمثل الحياة اليومية والأطعمة المقدمة في المطعم. العلماء اعتبروا أن دراسة هذا الاكتشاف هو فرصة غير عادية، لأن هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها أثر كامل من هذا النوع من المطاعم الرومانية. مبادرة غريبة تجذب الأنظار على مواقع التواصل، قام بها الطيار الألماني سامي كراميه الذي حلق في مسار يمتد إلى 200 كيلومتر على شكل حقنة عملاقة، وذلك لينبه الناس إلى بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا. المبادرة حصلت على ثناء كبير على المنصات الرقمية، وحصل الطيار الشاب على تحية خاصة من الحساب الرسمي على إنستغرام لخدمة تتبع الرحلات الجوية الأكثر شهرة في العالم فلايت رادار. ونبقى في السماء، وإلى فيديو يظهر رجلاً لحظة سقوط هاتفه الآيفون أثناء تحليقه على متن طائرة. الهاتف يعود لمخرج الأفلام الوثائقية البرازيلي أرنستو غاليوتو، والذي اعتقد أنه خسر هاتفه بعد أن وقع من ارتفاع 600 متر، إلا أنه تمكن من إيجاده عبر خاصية التتبع GPS ليتفاجأ بأن جهاز الآيفون 6S العجيب لم يتحطم جراء سقوطه، حتى أنه تمكن من نشر الفيديو الذي أظهر تجربة حية للتصوير من كاميرا الآيفون وهو يسقط، حيث تبين أنه احتاج ل 15 ثانية فقط ليرتطم بالأرض، ولحسن الحظ أنه لم يسقط في الماء أو على صخرة ولا حتى بين يدي شخص غير أمين. فيديو طريف متداول نشرته إحدى الفتيات على منصة تيك توك يظهر فيه والدها الذي اشتاق كثيرا للسفر وقد اشترى كرسي طائرة من الدرجة الأولى وجلس عليه ليشاهد التلفزيون مستحضرا ذكريات الماضي الجميل قبل حظر السفر بسبب جائحة كورونا.
عشاق لعبة مونوبولي الشهيرة تفاعلوا عبر منصات التواصل مع خبر الكشف عن إصدارها الجديد الأطول على الإطلاق من حيث زمن اللعب، والخبر حمل تعليق: وقد كنتم تعتقدون أن اللعبة الأصلية تطول إلى الأبد. الإصدار الجديد يضم 66 ملكية جديدة، أي أكثر من ضعف ما كان عليه الإصدار الأصلي، وتشهد اللعبة إضافة أحجار لعب جديدة على شكل سلاحف صغيرة وأرانب، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الخيارات والميزات التي من المفترض أن تجعل هذه اللعبة الشهيرة أكثر متعة في وقت أطول. سكان مدينة سان بطرسبرغ الروسية شاركوا مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر فيها رغوة بيضاء غامضة تطفو على نهر دودرغوفكا، والتي تطايرت لتحلق فوق الشوارع المجاورة. حتى الآن لا أحد يعلم من أين أتت هذه الكتل البيضاء المتطايرة، فيما باشرت مراقبة البيئة الروسية بأخذ عينات للتحقيق في الحادثة. عائلة رادفوردز أكبر عائلة بريطانية ومن أشهرها على يوتيوب، نشرت فيديو جديد شهد زخما من حيث عدد المشاهدات. تظهر فيه العائلة التي تضم 22 طفلا في الفيديو وهم يحتفلون بموسم الأعياد، حيث قدم الأطفال الـ 22 هدية مميزة لأمهم بهذه المناسبة. الفيديوهات الطريفة من وحي عيد الميلاد لا تزال تحظى بنسب مشاهدات عالية على مواقع التواصل، من بينها فيديوهات صورها ونشرها الكوميدي والفلوجر الأمريكي جاستس ألكسندر على صفحته في إنستغرام، يظهر فيها وهو يقدم لابنته هدايا غير متوقعة على الإطلاق. There's nothing in there? I'm sorry, Mom. But you know what? I do love you. I love you. Banana! Banana! You got a banana! I love you. هذه كانت جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم، انتظرونا غدا لننقل لكم كل جديد على المنصات الرقمية. إلى اللقاء.